قانون وبي حقوق. لازم الإنسان، لازم العراقيين يحصلون حقوقهم. زين ما يصير نظل إحنا بلا حقوق، نريد حقوقنا. يعني ابني ما مخلص مدرسة، زين راح ده يتظاهر على مود ما مخلص مدرسة، كله صف خامس ابتدائي. بس شنو هنا بالعراق ما كان يلقى شغل ده يشتغل، ما كان يلقى وين ما يروح يشتغل فترة ويقبضوه. زين يعرف يقرأ ويكتب هو، بس شنو على شنو طلع؟ يريد شغل، يريد يعيش، يريد يشتري، عنده أحلام، يريد يشتري، يريد يتونس، يريد ياكل يشرب براحته، يريد يبعد سيارة. ما كان حلمه يبعد سيارة، يقول مطار، بس مطار أريد. هذا حلمه، يشتغل بس ويشتري شيء هو اللي بنفسه. زين هذا اللي كان يريده. احنا فخورين بك والله العظيم، فخورين بهالام هاي العراقيه البطله والله. فنت كل اللي انت هم بطله، انت هذا صوتك ماكو كافي. لا يعني مو بس اللي عنده شهاده اللي يروح يدور على حقوقه، لا حق هذا حق الكل. لازم الكل، الفقير، الزنقين، اللي عنده شهاده، ما عنده شهاده، لازم يدافع عن حقه بالعراق. زين ليش كل ده يا